بسم الله الرحمن الرحيم. قسمنا الاساليب اللي بيقيم بها المشروعات الى اساليب تاخذ في اعتبارها القيمه الزمنيه للنقود، واساليب لا تاخذ في اعتبارها القيمه الزمنيه للنقود. والاساليب الاولى التي تاخذ في اعتبارها القيمه الزمنيه للنقود هم ثلاث اساليب من بتمثل حالات خاصه من صفر القيمه الحاليه زي ما استضح كالاتي. ففي طريقه صفر القيمه الحاليه سبق ان احنا اتعرض عليها، وقلنا ان صفر القيمه الحاليه بيحسب عند معدل خصم يسمى معدل تكلفه راس المال. فاذا كان صفر القيمه الحاليه للمشروع موجب يتم قبول المشروع، والعكس صحيح، اذا كان صفر القيمه الحاليه سالب يتم رفض المشروع. وبنحسب ده في ظل معدل الخصم الموجود او معدل تكلفه راس المال، وانه هذه الطريقه تفترض ان بيتم إعادة استثمار صف التدفقات النقدية في نهاية كل سنة بنفس معدل الخصم، أي بنفس معدل تكلفة رأس المال، أي أنها تقوم على افتراض أن إعادة الاستثمار بتتم بمعدل تكلفة رأس المال، أي معدل الخصم المستخدم. فإذا حسبنا صف القيمة الحالية وطلع موجب بيقبل المشروع، وإذا طلع سالب بيرفض المشروع الاستثماري. وده بيتضح من الارقام اللي سبق ان احنا تعرضنا ليها في المحاضره السابقه. فلما نضرب صف التدفق النقدي السنوي في معاملات الخصم اللي هو العمود الثاني اللي واضح قدامنا دلوقتي، في معاملات الخصم طلع صف القيمه الحاليه الموجب عند معدل خصم 15%، معنى ذلك انه هذا المشروع بيغطي تكلفه راس المال ويعظم من ثروه المستثمر بمبلغ قدره 157.87%. ده اللي كان بيفسر ماذا يعني كلمة صف القيمة الحالية بيساوي صفر عند معدل خصم 15%، أي أن المشروع استرد المبلغ المستثمر فيه، المشروع يحقق معدل عائد قدره 15%. طب أفضل أن يتم صف القيمة الحالية سالب بمبلغ 1000 جنيه، فده يعني عند معدل خصم مستخدم او معدل تكلفه راس المال 20%، ده بيعني ان المشروع لم يسترد الانفاق الاستثماري فيه ويحقق نفس معدل العائد قدره 20%. وان قاعده اتخاذ القرار في صفر القيمه الحاليه بتقوم على مقارنه صفر القيمه الحاليه، فاذا كان موجب يقبل المشروع، اذا كان سالب بيرفض المشروع. حتى في حاله المفاضله بين عده بدائل استثماريه بيتم ترتيبها وفقا لصفر القيمه الحاليه الاعلى ثم الذي يليها ثم الذي يليها، ويتم ترتيب التنازلين. اما في حاله القرارات المتعارضه المشروعات المتعارضه فيتم تفضيل البديل صاحب اعلى صافي قيمه حاليه. فلو عندي مشروعين الف وب بفاضل بينهم، يبقى الف افضل من ب او ب افضل من الف اذا كان صافي القيمه الحاليه للبديل الف اعلى منه بالنسبه للبديل ب. وشفنا انه بتفترض ان اي صافي تدفقات نقديه يتم اعاده استثمارها بمعدل الخصم، اي بمعدل تكلفه راس المال. اما الاسلوب الثاني وهو معدل العائد الداخلي، وقلنا ان معدل العائد الداخلي هو معدل العائد الذي ينتج عنه صف القيمه الحاليه بيساوي صفر، او بيساوي بين القيمه الحاليه لصف التدفقات النقديه بالقيمه الحاليه للانفاق الاستثماري، ومطرح الاثنين من بعض يبقى الفرق يقول الى الصفر. برضو هذا معدل العائد الداخلي بيفترض ان صف التدفقات النقديه التي تولد عن الاستثمار يتم اعاده استثمارها بنفس معدل العائد الداخلي الذي يتحدد. وعلى ذلك قاعدة اتخاذ القرار بتكون في حالة اتخاذ قرارات بشأن القبول او الرفض، فاذا كان معدل العائد الداخلي المتولد عن المشروع اعلى من معدل تكلفة رأس المال بيقبل المشروع، والعكس صحيح، اذا كان معدل العائد الداخلي اقل من تكلفة رأس المال بيرفض. في حالة ترتيب بين ترتيب بدائل استثمارية معينة او عدة مشروعات استثمارية بيفضل البديل صاحب اعلى معدل عائد داخلي ثم الذي يليه ثم الذي يليه. في حاله المفاضله بين قرارات متعارضه الف وب، المشروع الاول الف حقق 20%، المحقق البديل ب حقق 30%، يبقى البديل ب هيفضل على البديل الف نظرا انه يحقق معدل عائد داخلي اعلى. وبالتالي طريقه معدل العائد الداخلي تفترض ان اي صافي تدفقات نقديه تتولد في نهايه اي سنه من سنوات العمر الاقتصادي بيعاد استثمارها بنفس معدل العائد الداخلي. معدل العائد الداخلي زي ما شفناه في المثال ده ايضا، شفنا انه المشروع بيحقق معدل العائد الموجود عنده، وشفنا السلسله الزمنيه في الثلاث سنوات وصلت الى انه المتاح للاستثمار في نهايه السنه الثالثه اصبح مساويا للصفر.
وانه عندنا ثلاث طرق لتحليل صف التدفق النقدي، فهو الفرق بين التدفقات النقديه الداخله ناقص الخارجه، او الطريقه الثانيه بنضيف صفر الربح بعد الضرائب نضيف اليه الاهلاك السنوي فيديني صف التدفق النقدي السنوي، او الطريقه الثالثه ان صف التدفق النقدي السنوي بيمثل العوائد السنوية التي يحققها المشروع على الانفاق الاستثماري زائد المسترد من الانفاق الاستثماري. اذا عند مقارنة اساليب تقييم المشروعات الاستثمارية التي تاخذ في اعتبارها القيمة الزمنية للنقود، هنلاحظ ان هم لحد دلوقتي اللي انا عرضتهم اسلوبين، في اسلوب ثالث هنتعرض اليه، انه اخذ اسلوب صفر قيمة حالية ومعدل العائد الداخلي في اعتبارهم عالج مشكلة اختلاف القيمة الزمنية للنقود، وعالج ايضا كميه وتوقيت التدفقات النقديه خلال سنوات العمر الاقتصادي، وتحقق اختيارات متطابقه في حاله قرارات القبول والرفض، الا انهم يختلفوا في حاله القرارات المتعارضه. كذلك بتقابل المشروع مشكله انه الموارد الاقتصاديه موارد ناضبه نادره، وقد تنضب الى الدرجه التي لا تتاح قدر من الاموال يكفي لقبول كافه المشروعات المعروضه على الاداره، وهو ما ختمت اليه المحاضره السابقه. فاحنا بنتكلم دلوقتي في حاله عدم وجود قيود على موارد المنشاه، بمعنى ان المنشاه لديها من الاموال والموارد الاقتصاديه التي يمكنها من قبول كافه المشروعات التي تعرض عليها. لما احنا افترضنا في المثال بتاع معدل العائد الداخلي كان عندي الانفاق الاستثماري اشارته سالبه ناقص الانفاق الاستثماري، كانت اشارته سالبه ويوجد اشاره واحده سالبه. في هذه الحاله بنقول انه يوجد معدل عائد داخلي واحد لهذا المشروع. ام ظهور اكثر من اشاره سالبه للمشروع الاستثماري او في صف التدفقات النقديه للمشروع الاستثماري بينتج عن هذه الاشاره الاخرى او المتعدده دي تعدد معدل العائد الداخلي. ففي المثال الذي بين ايدينا، اذا كانت المفضله بين مشروعات محل المفضله تدير التدفقات النقديه لها تغير واحد في الاشاره، ففي الحاله دي مش هتنشا مشكله لانه هيكون في معدل عائد داخلي واحد للمشروع الاستثماري. اما اذا تعددت الاشارات السالبه في صف التدفقات النقديه فبقدر عدد الاشارات السالبه بقدر ما تتعدد معدلات العائد الداخلي. فلو كنا بنفضل بين المشروعين ا وب الموضحين عندنا في الجدول امامنا، فنجد ان الانفاق الاستثماري متساوي بين البديلين، لكن صف التدفقات النقديه بيتباين في السنه الاولى عن السنه الثانيه لكل من البديل ا والبديل ب. صف التدفقات النقديه متباينه في السنه الاولى 170 وكسر، في السنه الثانيه السنه للمشروع ب 50 فقط. كذلك صف التدفقات النقديه في السنه الثانيه ناقص 100، بينما ان صف التدفق النقدي موجب ب 42,308. للسنة لو حسبنا صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري ده فنجد انه صافي القيمة الحالية للمشروع ألف طالعة 364، بينما للمشروع ب طالعة 2,758. لو حسبنا معدل العائد الداخلي المتولد عن المشروع ألف نجد انه 10% و25%، بينما للمشروع ب بيساوي 18%. فلما نطبق ونفاضل بين المشروع ألف والمشروع ب بناء على صافي القيمة الحالية يتضح أن صافي القيمة الحالية للمشروع ألف أكبر من صافي القيمة الحالية للمشروع ب، وبالتالي البديل ألف هو الذي يجب قبوله واختياره ورفض المشروع ب. بينما أن نتيجة لتعدد الإشارات السالبة لصافي التدفقات النقدية للمشروع ألف نجد انه معدل العائد الداخلي الذي يحقق المعادلة بتاع صافي القيمة الحالية ويساويها بالصفر، نجد ان المشروع ألف له معدلين عائد، معدل عائد 10% او 25%، اللي عندها بيكون صافي القيمه الحاليه للمشروع ألف بيساوي صفر. لو استخدمت 10% صافي القيمه الحاليه يساوي صفر، او استخدمت 25% برضه للمشروع ألف بيساوي صفر، بينما معدل العائد الداخلي للمشروع ب بيحقق 18. اذا لو انا بطبق صافي القيمه الحاليه هنجد المشروع ألف افضل من مشروع ب، وبالتالي يجب اختيار المشروع ألف ورفض المشروع ب. لو بطبق طريقة معدل العائد الداخلي فده بيتوقف على قاعدة اتخاذ القرار في طريقة معدل العائد الداخلي، بيتوقف على ما هو معدل
معدل تكلفة رأس المال. فإذا كان معدل تكلفة رأس المال فرضا 15% فمعنى ذلك أن المشروع ألف بيحقق معدل عائد 10% أقل من معدل تكلفة رأس المال، وبالتالي يجب رفض هذا المشروع. أما إذا اعتبرنا الحالة الثانية اللي بيحقق فيها المشروع ألف معدل عائد داخلي 25% فيجب قبول المشروع، بينما المشروع به بيحقق معدل عائد داخلي 18%. إذا قبول المشروع ألف متوقف على معدل تكلفة رأس المال، فإذا كان معدل العائد الداخلي للمشروع ألف 10% أقل من تكلفة رأس المال هيوفق، وإذا كان معدل العائد الداخلي 25% يعني أعلى من تكلفة رأس المال فهيقبل، وبالتالي المشروع ألف هيفضل على المشروع به في ظل طريقة معدل العائد الداخلي. يبقى في المثال السابق بيتم قبول كلا المشروعين باستخدام طريقة صرف القيمة الحالية، لأنه لو نطبق قيمة حالية موجبة. أما في استخدام طريقة معدل العائد الداخلي فيتم قبول المشروع به في حين يتوقف قبول المشروع ألف على معدل تكلفة رأس المال. فيرفض المشروع ألف إذا كان معدل تكلفة رأس المال أعلى من 10%، أو يقبل إذا كان معدل تكلفة رأس المال أقل من معدل العائد الداخلي المتوارد على المشروع والذي يقدر ب 25%. وينشأ عن ذلك، وفي هذه الحالة بيتم ترتيب المشروعين تنشأ نفس المشكلة، ومن الواضح إذا كان وفي حالة ترتيب المشروعين تنشأ نفس المشكلة. إذا كانت المشروعات محل المفاضلة متعارضة تبادليا، طبيعة المشروعات احنا قلنا في مشروعات مستقلة، مشروعات قرارات ترتيب والمفاضلة بين البدائل ثم اتخاذ القرارات في ظل مشروعات متعارضة تبادلية. بالنسبة لهذا النوع من المشروعات الاسلوبين اللي هو اسلوب صرف القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي بيؤدي الى ترتيب مختلف للمشروعات في الحالات التالية. اولا اذا اختلف الانفاق الاستثماري المبدئي للمشروعات محل المفاضلة، يعني انا لما نبص في المثال الموضح بالجدول ده نجد ان المشروع ألف انفاقه الاستثماري بيساوي 1000 جنيه، بينما المشروع ب 11000 جنيه، ناقص 1000 وناقص 11000، فحصل تباين في حجم الانفاق الاستثماري. المشروع ألف بيدر صف تدفق نقد سنوي قدره 505 لمده 3 سنوات، بينما المشروع ب بيحقق 5000 جنيه لمده 3 سنوات. لو طبقنا طريقة صرف القيمة الحالية هيطلع القرار قبول، هيفضل البديل ب على البديل ألف، لأن البديل ب بيحقق 1435، بينما صرف القيمة الحالية للبديل ألف 256، وبالتالي لما طبق طريقة صرف القيمة الحالية هيطلع البديل ب أفضل من البديل ألف. طب لو بطبق طريقة معدل العائد الداخلي هيطلع البديل ألف أفضل من البديل ب، مما ينشئ مشكلة أيهما أفضل، هل المشروع ألف ولا المشروع ب؟ ما هي الطريقة العلمية السليمة؟ هل طريقة صرف القيمة الحالية ولا طريقة معدل العائد الداخلي؟ لأن لو طبقت صرف القيمة الحالية يطلع ب أفضل من ألف، وبالتالي يجب تفضيل البديل ب واختياره ورفض المشروع ألف. لو طبقت طريقة معدل العائد الداخلي نجد أن معدل العائد الداخلي للبديل ألف أعلى من مثيله للبديل ب، وبالتالي هنفضل البديل ألف على البديل ب. لكن بالنظرة المؤكدة كده والفحص للبيانات اللي موجودة هنجد انه في عندي مشكلة تباين في الحجم، اختلاف في الحجم الاقتصادي للمشروع الاول واحد تكلفته الانفاق الاستثماري ليه 1000 جنيه بينما الانفاق الاستثماري البديل ب 11000 جنيه. ده بيجرنا الى ان نعرف حاجة اسمها ايجاد صف التدفقات النقدية التفاضلية لفرق الاستثمار بين حجم الانفاق الاستثماري للبديل ب بالانفاق الاستثماري للبديل ألف. فنجد ان البديل ب اكبر من البديل ألف ب 10000 جنيه، انفاق استثماري ب 10000 جنيه اضافي 10000، ينتج عنه صافة تدفقات نقديه موجبه قدرها 4495 لمده 3 سنوات. لما احسب معدل العائد الداخلي للاستثمار الاضافي ده او فروق التفاضلية للاستثمار الاضافي نجد ان معدل العائد الداخلي التفاضلي قدره 16%. فبقارن هذا المعدل بمعدل تكلفة رأس المال الموضح في عمود صفر القيمة الحالية اللي هو بيساوي 10%، فنجد ان
الاستثمار الإضافي صاحب الإنفاق الاستثماري الذي قدره 10,000 جنيه ويدير صرف تدفقات نقدية سنوية قدره 4,495 جنيه له معدل عائد داخلي قدره 16%، وهذا المعدل أعلى من معدل تكلفة رأس المال، ويعني تفضيل البديل الأكبر إنفاقا استثماريا وهو البديل به، وتفضيله على البديل ألف. والذي يؤكد ذلك إن إحنا لما طبقنا طريقة صرف القيمة الحالية طلع البديل به أفضل من البديل ألف، لما طبقت طريقة معدل العائد الداخلي طلع البديل ألف أفضل من البديل به، لما جبت معدل العائد الداخلي التفاضلي لفروق صرف التدفقات النقدية التفاضلية اللي هي الفرق بين ال 11 ناقص 1000 اداني 10,000، ينتج عنه صرف تدفق نقدي تفاضلي موجب 4,495 لمدة 3 سنوات، معدل العائد الداخلي الذي يجعل هذا الاستثمار الإضافي يساوي صفر بيساوي 16%، يعني معناه إن كل جنيه بيجيب عائد 16%، بغطي تكلفة رأس المال اللي هي 10% والباقي بعظم بيه ثروة المستثمر، ومعنى ذلك إنه المشروع به أكثر ربحية ويجب تفضيله على المشروع ألف. الخلاصة أن يتضح من المثال السابق الآتي: تفضيل البديل ألف على البديل ب إذا طبقت صرف القيمة الحالية، إذا طبقت معدل العائد الداخلي، فمعدل العائد الداخلي للبديل ألف أعلى من مثيله بالنسبة للبديل ب اللي قدره 17%، 24 أكبر من 17، وبالتالي تفضيل البديل ألف على البديل ب. لو طبقت طريقة صرف القيمة الحالية نجد أن صرف القيمة الحالية للبديل ب أكبر من صرف القيمة الحالية للبديل ألف 1435 أكبر من 256، وبالتالي يجب تفضيل البديل على البديل ألف. لو حسبنا الفروق التفاضلية في الإنفاق الاستثماري وفي صرف التدفقات النقدية هنجد أنه معدل العائد الداخلي التفاضلي للفروق التفاضلية ده بيساوي 16%، هذه 16% أعلى من وأكبر من معدل تكلفة رأس المال، وبالتالي يجب ان احنا نفضل البديل ب، وان البديل ب هو البديل الواجب اتخاذه وهو الافضل من البديل الف، لانه بيحقق استثمار مربح او بينشئ استثمار مربح يغطي تكلفة رأس المال ويعظم من ثروة المساهمين، وبالتالي بيفضل على البديل الف. بيعطي معدل العائد الداخلي اللي احنا حسبناه 16% فكرة عن درجة الامان في المشروع، فإذا كان عندي 16% ومعدل تكلفة رأس المال 15%، ففرضا يعني أن معدل تكلفة رأس المال 15% معناه أن أنا عندي معدل 1% معدل تفاوت مسموح به لقبول خطر من الحصول على الأموال الإضافية. الأسلوب الثالث إلى جانب صرف القيمة الحالية وإلى جانب معدل العائد الداخلي أسلوب منسوب الربحية، إن إحنا بننسب القيمة الحالية لصرف التدفقات النقدية إلى الإنفاق الاستثماري، فبنحسب ما يسمى بمنسوب الربحية بطريقة الإجمالي، فأنا باخد القيمة الحالية لصرف التدفقات النقدية السنوية للمشروع أقسمها على الإنفاق الاستثماري فيديني مؤشر الربحية. فلو فضلنا بين البديلين ألف وب، بديل إنفاق الاستثماري 1000 جنيه والبديل إنفاق الاستثماري الثاني 1500، صافي التدفقات النقدية في نهاية السنة الأولى 1250 1830. لو جبت القيمة الحالية لهذا الإنفاق الاستثماري تحت معدل 10% معدل تكلفة رأس المال فبيديني هنا 1136، وهنا بيديني 1664. صافي القيمة الحالية 136 للمشروع ب 164. لو حسبنا كده وخدنا القرار بناء على صرف القيمة الحالية فنجد ان صرف القيمة الحالية للبديل ب افضل من البديل الف، يعني يجب اختيار البديل ب وتفضيله على البديل الف. بينما لو طبقنا الطريقة الجديدة التي تؤدي الى قرارات غير سليمة هنجد ان مؤشر الربحية 1136 على 1000 يديني 1,136 من 1000. لو قسمت 1664 على 1500 1,109، اي ان منسوب الربحيه للبديل الف اقل منه
اكبر منه بالنسبه للبديل به، وبالتالي لو بطبق مؤشر الربحيه هنجد ان دليل ربحيته مؤشر ربحيه البديل الاستثماري الف اعلى منه بالنسبه للبديل الاستثماري به. وبالتالي لو بطبق طريقه مؤشر او منسوب الربحيه هنقول الف افضل من به، وهو عكس القرار الذي تم التوصل اليه في الطريقه العلميه السليمه التي تعرف بطريقه صفر القيمه الحاليه، والذي يتاكد ذلك من خلال النقاش في الفقرات القادمه. فلو طبقنا صفر القيمه الحاليه يطلع ب افضل من الف، وده الافضل. او طبقت منسوب الربحيه هيطلع 1.136 اكبر من 1.109، وبالتالي البديل الف افضل من البديل ب. برضه ما زالت المشكله موجوده. بيلاحظ على المثال السابق الاتي: لو انا بطبق قرارات قبول المشروع او رفضه، نجد ان كل من المشروعين سواء في طريقه صفر القيمه الحاليه او في مؤشر الربحيه مقبولين، لانه مؤشر الربحيه للبديل الف والبديل ب اكبر من الواحد الصحيح، اي انه ليس هناك حاجه لاستخدام المؤشر في هذا النوع لكي يعطي ذلك، لان نفس القرار ده اللي انا توصلت اليه في طريقه صافي القيمه الحاليه. لكن لو بطبق قرارات المفاضله بين الف وب، اذا كان المطلوب اختيار احد المشروعات بفاضل بين البديل الف وب، يمكن ان يعطي الاسلوبين نتائج مختلفه. ليه؟ لانه طبقا لطريقه صافي القيمه الحاليه هنفضل ب على الف، اما طبقا لطريقه مؤشر او منسوب الربحيه هنفضل الف على ب. طب ما احنا لو حسبنا برضه دليل الربحيه الاضافي التفاضلي، ولكن بدراسه مؤشر الربحيه الاستثمار الاضافي، ال 1500 ناقص 1000 اللي هي الفرق ال 500 جنيه، بمعنى انه مربح، لانه ال 500 دي بينتج عنها 528، يعني لما احسب مؤشر الربحيه التفاضلي هيطلع 1.56 من 1000، وهو اكبر من الواحد الصحيح، اي انه من الافضل الاخذ بالنتيجه التي يتم التوصل اليها باستخدام طريقه صفر القيمه الحاليه مباشره دون اللجوء الى الطريقه الثالثه التي تعرف باسلوب مؤشر الربحيه، والتي قد تؤدي في بعض القرارات الى قرارات مضلله. الحاله الثانيه: لو ان البدائل الاستثماريه محل المفاضله تختلف في حجم الانفاق الاستثماري او تتساوى في حجم الانفاق الاستثماري. حالة اختلاف الاستثمار المبدئي محل للمشروعات محل المفاضلة، فاذا اختلف ترتيب المشروعات المتعارضة تبادليا طبقا لصفر القيمة الحالية عن ترتيبها طبقا لمعدل العائد الداخلي، لابد ان انا احسب معدل العائد الداخلي التفاضلي. فإذا كان أعلى من تكلفة رأس المال هنفضل المشروع الأكبر، أقل من تكلفة رأس المال يبقى يجب رفض المشروع ذات الإنفاق الاستثماري الأكبر أو الأعلى، كما يتضح من المثال التالي. عندي مشروعين أ وب، المشروعين بيتطلب إنفاقهم الاستثماري 100 و100، بيدر صافي تدفق نقد المشروع أ 20 و120، بينما للبديل ب بيحقق 131 في السنة الثانية. المشروع أ بيدر صافي قيمة حالية عند معدل تكلفة رأس المال 10% قدره 17.3، بينما المشروع ب بيحقق 16.7. إذا أنا لو بطبق طريقة صافي القيمة الحالية على طول هفضل المشروع أ على المشروع ب، بينما لو أطبق طريقة معدل العائد الداخلي نجد أن معدل داخلي معدل العائد الداخلي للمشروع الألف 20%، والمشروع ب بيحقق 25%. معنى ذلك ان انا لو طبقت طريقه معدل العائد الداخلي هفضل ب على الف. طب لو حسبنا التفاضل وفضلنا بين الف وب، هنجد ان ناقص 100 زائد ناقص 100 هتساوي صفر. ناقص 100 ناقص ناقص 100 ناقص ناقص 100 يديني زائد 100، يبقى ناقص 100 زائد 100 يديني صفر. ادي 20 ناقص 100 دي ناقص 80، 120 ناقص 31 دي 89. لو حسبت معدل العائد على الاستثمار التفاضلي الاضافي ده اللي هو ما بيكلفنيش حاجه ويديني ناقص 80 وزائد 89، هنجد ان هذا المعدل العائد الداخلي قدره 10.9، ولان تكلفه راس المال المستخدمه في ايجاد صافي القيمه الحاليه 10%
معناه ان معدل العائد الداخلي التفاضلي او للفروق بين صف التدفقات النقديه التفاضليه للمشروعين اكبر من معدل تكلفه راس المال المستخدم في طريق الصف القيمه الحاليه والذي يساوي 10%، وهو عكس القرار الذي يتم التوصل اليه طبقا لطريقه معدل العائد الداخلي، وهو نفس القرار الذي تعطيه صف القيمه الحاليه من البدايه. فالقرار في صف القيمه الحاليه الفضيل الف على ب، لو طبقت طريقه معدل العائد الداخلي هتلاقي ان معدل العائد الداخلي للبديل ب افضل من البديل الف. فبيوجدني نوع من الحيره، قلنا الحيره دي تتحل بايه؟ بايجاد فروق تفاضليه للاستثمار. الفرق بين الانفاق الاستثماري طلع صفر، نتج عنه صف تدفق نقدي ناقص 80 زائد 89، حسبت معدل العائد الداخلي التفاضلي طلع 10.9، معناه انه هذا الاستثمار الاضافي التفاضلي بيغطي تكلفه راس المال البالغه 10% ويعظم ثروه المستثمر بالفرق. الحكايه دي بيرجع اختلاف ذلك لاختلاف الاعمار الاقتصاديه للمشروعات الاستثماريه، يرجع اختلاف نتائج طريقتي صف القيمه الحاليه ومعدل العائد الداخلي الى وجود افتراض متعلق باعاده الاستثمار اللي انا بدات بيه المحاضره، وقلنا ان صف القيمه الحاليه بتفترض اعاده الاستثمار بمعدل تكلفه راس المال، بينما طريقه معدل العائد الداخلي تفترض ان اعاده الاستثمار بتتم بنفس معدل العائد الداخلي الخاص بالمشروع الاقل عمرا. اما في طريقة صف القيمة الحالية بيفترض ان اعادة الاستثمار بتتم بمعدل تكلفة رأس المال، اي بمعدل الخصم المستخدم. الكلام ده يبان من خلال المثال التالي. عندي مشروعين الف وب. الف انفاقه الاستثماري 1000 وده 1000، يعني مفيش فروق في الحجم. لكن واحد بيجيب 1200 في السنة الاولى، صف القيمة الحالية ليه 91، عند حسبت معدل العائد الداخلي ليه 23%. المشروع به اللي عمره الاقتصادي 3 سنوات، فانا انفقت 1000 جنيه هيجي لي 1520 في نهايه السنه الثالثه، اي ان صف القيمه الحاليه ليه بتساوي 142 جنيه، وبالتالي تنشا مشكله في اتخاذ القرار. فلو طبقت صف القيمه الحاليه يطلع البديل به افضل من البديل الف، لو طبقت طريقه معدل العائد الداخلي اسلوب معدل العائد الداخلي فيطلع ان الف افضل من ب. ف ايه السبب في الحكايه دي؟ السبب في الحكايه دي بيرجع الى معدل اعاده الاستثمار التي تفترضه كل طريقه. بيرجع اختلاف ترتيب المشروعين في المثال السابق الى اختلاف معدل اعاده الاستثمار الذي يفترضه الطريقه، كل طريقه من الطرق اللي احنا قلناها. فطريقه معدل العائد الداخلي بتفترض ان ال 1200 جنيه هيعاد استثمارهم بمعدل 20%، وهو معدل العائد الداخلي للمشروع الف الاقل عمرا. اما طريقة صف القيمة الحالية بتفترض ان اعادة الاستثمار تتم بمعدل تكلفة رأس المال المحددة في المعادلة بنسبة 10%. بنلاحظ الاتي، انه طالما ان المشروعات المقترحة لها معدل عائد داخلي اعلى من معدل تكلفة رأس المال او معدل العائد الذي حدده المستثمر كشرط لقبول المشروع، فان طريقة معدل العائد الداخلي تعطي الافضليه للمشروع الاقل عمرا الاقصر في العمر، في حين طريقه صف القيمه الحاليه بتفضل المشروع الاطول عمرا. لهذا في الحالات التي يمثل الحد الادنى للعائد المرغوب في تحقيقه للعائد من اعاده الاستثمار ينبغي استخدام صف القيمه الحاليه وليس اسلوب معدل العائد الداخلي. في المثال السابق يتضح ان معدل تكلفة رأس المال في طريقة صف القيمة الحالية 10% اقرب الى معدل العائد الداخلي للمشروع به، وهو المشروع الذي تفضله طريقة صف القيمة الحالية. ويمكن التوفيق بين الاسلوبين عن طريق ان احنا نرفض كل من الفرضين السابقين ونحاول نتنبأ بمعدل اعادة الاستثمار، لكن هذا الامر صعب تحقيقه في الحياة العملي. قد يواجه متخذ القرار بمشكلة المفاضلة بين مجموعة من المشروعات الاستثمارية تتباين في أعمارها الاقتصادية.
بمعنى انه العمر الاقتصادي للمشروع قالت مثلا سنتين، والمشروع الاقتصادي الاكبر الاطول عمرا عمره 4 سنوات. في الحاله دي بنجد ان الاربعه المشروع الاصغر اللي قدره سنتين ممكن يعاد استثماره لمده سنتين تاليتين، بحيث يبقى ده عمره 4 وده 4. احيانا يبقى المشروع الاطول زمنا لا يقبل القسمة، بمعنى المشروع الاول عمره سنتين والمشروع الثاني 7 سنوات. في هذه الحاله بنعيد الاستثمار كالاتي، بنضرب 2 في 7 اديك 14، 14 اقسمهم على 2 يبقى معناه ان المشروع الاول ممكن اعمل له 7 احلالات والمشروع الثاني ممكن اعمل له احلالين، بحيث يبقى 2 في 7 ادينا 14 سنة، والمشروع الثاني الاطول عمرا 7 في 2 برضه اديني 14 سنة. ايضا المشروع عمره 5 سنوات والمشروع عمره 7 سنوات، يبقى في الحالة دي هضرب 5 في 7 اديني 35. المشروع الأقصر عمرا هعمل له 7 إحلالات، 35 على 5 يساوي 7 إحلالات أو 7 إعادة استثمار. المشروع الثاني 35 على 7 يديني أعمل له 5 إحلالات. وقد يتطلب الأمر تكرار المشروع الأطول عمرا حتى يمكن تحقيق المساواة في الأعمار الاقتصادية للمشروعات. حاجة تانية، ان احنا لما بنعمل التكرار ده بنفترض ان الظروف والاشتراطات والمواصفات، بمعنى انه نفس الحجم الانفاق الاستثماري واحد، نفس التدفقات النقدية المتولدة عن المشروع هي نفسها التي تحقق خلال فترات اعادة الاستثمار. الكلام ده بيبان اثره عند المفاضلة بين مشروعين، مشروع الف عمره 3 سنوات، المشروع ب عمره 6 سنوات. فبنجد ان الستة قابلة للقسمة على 3، بمعنى ان انا مقسم 6 على 3 اديني 2 سنين، فانا ممكن اعيد وافترض اعادة استثمار للمشروع الف لمدة فترة او دورة تالية بنفس الشروط والمواصفات. هيتضح ذلك من الاتي، ادي الدورة الاولى للمشروع الف هتبدأ باللحظة الزمنية 0، ثم تبدأ سنة التشغيل الاولى والتانية والتالتة، مع اخر لحظة زمنية في نهاية السنة التالتة هعيد الاستثمار بانفاق 20,000 جنيه مرة اخرى، ليتولد عنها 12,000 22,000 مع اخر يوم من السنة السادسة. وبالتالي انا بكون قدام مشروعين، المشروع الاول عمره 6 سنوات وتولد عنه انفاق استثماري قدره 20,000 12,000 12,000 22، والمشروع ب اللي احنا شفناه في رأس المثال اللي بيتطلب انفاق استثماري 20، يعني متساوي معاه في الحجم، لكن يتولد عنه في نهاية السنة الأولى 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000، مع نهاية السنة الثالثة بنفق أو بيتولد عنه 25,000 جنيه. لما أحسب صافي القيمة الحالية للمشروعين عند معدل تكلفة رأس المال المقدر ب 18%، نجد أن صافي القيمة للبديل ألف 19,589، صافي القيمة الحالية للبديل ب بتطلع 4,896، وبالتالي صافي القيمة الحالية ده معيار تعظيم، أي بفضل القيمة الأكبر على القيمة الأصغر، وبالتالي صافي القيمة الحالية لألف أكبر من مثيله لصافي القيمة الحالية ل ب 19,589 أكبر من 4,896، وبالتالي يجب تفضيل البديل ألف على البديل ب. أيضا معيار معدل العائد الداخلي معدل تعظيم بفضل القيمة الكبرى على القيمة الصغرى، وبالتالي معدل العائد الداخلي للبديل ألف أعلى من مثيله للبديل ب 49.42% أكبر من أعلى من 25% للبديل ب، وبالتالي بيفضل البديل ألف على البديل ب سواء طبقنا صافي القيمة الحالية أو معدل العائد الداخلي. ده إذا كانت الموارد متاحة، فإحنا بنقبل أي مشروعات استثمارية طالما إن أنا عندي موارد اقتصادية كافية لتنفيذ كافة المشروعات التي تعرض على الإدارة، طالما ان المشروع يتولد عنه صافي قيمة حالية موجب او معدل عائد داخلي اعلى من اكبر من معدل تكلفة رأس
المال. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الموارد محدودة ونادرة، عندما تنضب الموارد ولا تكفي لتمويل كل المشروعات المعروضة على الإدارة، فإن هناك حاجة إلى اختيار بعض هذه المشروعات للتنفيذ في حدود الموارد الاقتصادية المتاحة للإدارة. وإذا كانت الإدارة لديها موارد كافية لتنفيذ كافة المشروعات لن تنشأ هذه المشكلة، إنما تنشأ المشكلة ترشيد رأس المال إذا كان هناك حجم من الموارد لا يكفي للاستثمار في كافة المشروعات المعروضة على الإدارة. وفي هذه الحالة لابد من مفاضلة بين هذه المشروعات مع مراعاة طبيعة المشروع، هل هي مشروعات مستقلة ولا غير مستقلة. وإذا كانت المشروعات مستقلة هيتم اختيار توليفة المشروعات التي تؤدي إلى تعظيم ثروة المستثمر، ربحية المستثمر، مع مراعاة القيود المفروضة على التمويل خلال الفترة. وإذا كانت هذه القيود على الموارد وتم رفض مشروعات لها صافي قيمة حالية أو لها معدل عائد داخلي أكبر من الحد الأدنى للعائد المرغوب في تحقيقه والمحدد بواسطة المستثمر، والحالة دي هيكون نحن أمام حالة تعظيم فرعي أو سياسة استثمارية مثالية جزئيا، لأن ثروة المستثمر يمكن أن تزيد بالاستثمار في هذه المشروعات في حدود الموارد الاقتصادية المتاحة لديها فقط. ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي. بفرض أن الموارد المالية المتاحة عبارة عن 500 جنيه وأن معدل الخصم 10%، مستثمر لديه 500 جنيه وعايز يفاضل بين المشروع ألف الذي طلب إنفاقه الاستثماري 100 جنيه والمشروع ب إنفاقه الاستثماري 100 والمشروع ج إنفاقه الاستثماري 300 ود 400 وه 200. أدي الإنفاق الاستثماري لهذه المشروعات، والمتاح لدى الإدارة هو 500 جنيه فقط. فالمشروع الأول بيدير صافي تدفق نقدي في السنة الأولى 122، المشروع ب بيدير 235، المشروع ج 360، المشروع د 468، المشروع ايه بيديني 260 جنيه صافي تدفق نقد سنوي. لما حسبت القيمة الحالية لصافي التدفق النقدي السنوي الذي يتوالى على المشروع ألف وب وج ودال، فاداني صافي القيمة الحالية للمشروعات الثلاثة عند معدل تكلفة رأس المال 10%، اداني 10.9، 22.7 المشروع ب، 27.2 المشروع ج، 25.4 المشروع دال، 36.3 المشروع هاء. لما حسبت معدل العائد الداخلي الذي يجعل صافي القيمة الحالية تساوي صفر للمشروع ألف طلع 22%، المشروع ب 35%، لج 20%، لدال 17%، لهاء 30%. ونقول بتختلف مجموعة المشروعات المختارة طبقا للأسلوبين، فالافترض بطبق طريق الصف القيمة الحالية أو بطبق معدل العائد الداخلي. هناك توليفات خلطات يمكن الوفاء بها بقيد التمويل اللي هو مرتبط ب 500 جنيه لدى المستثمر خلال فترة زمنية واحدة فقط. أما إذا تعددت هذه القيود لأكثر من فترة زمنية لا يجب استخدام أي من الأسلوبين، لا أقدر أستخدم صافي القيمة الحالية ولا أستخدم معدل العائد الداخلي. إنما في الحالة دي بنلجأ لطرق البرمجة الخطية، سواء البرمجة الخطية العادية أو بوحدات صحيحة أو غير الصحيحة، للوصول إلى التوليفات المختلفة التي تلبي الموارد لدى الإدارة. ففي ظل أن المنشأة لديها فقط 500 جنيه وبتفاضل بين البديل ألف وب وج ودال وه، فإن أول خلطة منها، أول مجموعة، أول توليفة أنفق فيها ال 500 جنيه ممكن آخد مجموعة البديل ألف زائد ب زائد ج. ألف هياخد 100 وب هياخد 100 وج هينتج 100، ألف هينتج عنهم 10.9 صافي قيمة حالية، ب بينتج 22.7،
ج بينتج 27.2، وبالتالي لما نيجي نحسب في ظل المجموعه الاولانيه التوليفه الاولانيه نلاقي مجموع صافي القيمه الحاليه 60.8. ممكن اعمل خلطه ثالثه الف ودال، حيث لو بصينا كده الف بيستنفد 100 جنيه ودال 400، يبقى 100 و400 هيستنفدوا ال 500 جنيه المتاحه لدى المستثمر ولن تعطل اي جزء منها، لكن هينتج عنهم صافي قيمه حاليه قدره 36.3. ممكن انفذ بيها المشروعات ب ودال هينتج عنهم صافي قيمه حاليه قدره 48.1. ممكن انفذ بيها المشروعات ج وه، ادي ج 300 وه 200، وصافي القيمه الحاليه المتولد 63.5. اذا عندي اربع توليفات. التوليفه الاولانيه ان انا اعمل الف وب وج، بس دول هيصفوا لي صافي قيمه حاليه 60.8. الف ودال ينتج عنهم صافي قيمه حاليه للمنشاه للمستثمر 36.3. ب ودال ينتج عنهم 48.1. ج وه 63.5. مفيش شك انه التشكيله الاخيره ج وه التي تستنفذ ال 500 جنيه ينتج عنهم صافي قيمه حاليه اعلى قدره 63.5، وبالتالي يجب تفضيل التوليفه اللي فيها ج وه اللي هتستنفذ ال 500 جنيه بالكامل وينتج عنهم صافي قيمه حاليه قدره 63.5. اما اذا كان عندي موارد كافيه لتنفيذ كافه المشروعات ا وب وج ودال وه، فصافي القيمه الحاليه في هذه الحاله يساوي 122.5، اي ان نتيجه لعدم توافر الموارد الاقتصاديه المتاحه لدى المنشاه، ما عنديش اموال تكفي لتنفيذ المشروعات ا وب وج ودال وه، فانا محقق في حدود ال 500 جنيه اعلى توليفه 63.5. اما اذا كانت الموارد ناضبه وغير متاحه ولن نتمكن من الحصول على موارد اكثر من 500 جنيه، فان معنى ذلك عجز التمويل ينتج عنه فقد في صافي القيمه الحاليه يقدر ب 59 جنيه جاي من طرح 63.5 من 122، يبقى 59 بتساوي 122.5 اعلى صافي قيمه حاليه حاله عدم وجود قيود على الموارد، حاله توافر اموال متوافره لدى المنشاه اعلى او بتساوي الاحتياجات التي تحتاجها البدائل الاستثماريه ا وب وج ودال وه. وفي هذه الحاله هنعظم صافي القيمه الحاليه بمبلغ 122.5. اما نتيجه قيود موارد في حدود 500 جنيه اجبرتني على اختيار افضل توليفه تشمل المشروع ج وه اللي هيتحقق عندها اعلى صافي قيمه حاليه قدره 63.5، فبسبب عدم وجود اموال كافيه لتنفيذ كافه المشروعات فقدت صافي قيمه حاليه عند معدل خصم 10% تساوي 59 جنيه. اما لو بطبق طريقه معدل العائد الداخلي، فاحنا بنفاضل بين البدائل الف وب وج ودال حاله ندره موارد، حاله وجود 500 جنيه فقط، باختياري للبديل الاعلى معدل عائد داخلي وهو البديل ب، او البديل ب هو اعلى معدل عائد داخلي 35. في الحاله دي لما نفذ البديل ب هيستنفذ 100 جنيه من ال 500 ويظل عندي 400 جنيه باقيه، وعيد استثمارها في واحد او اكثر من المشروعات الاخرى بخلاف المشروع ب، عشان اتجنب ان انا اسيب اموالي عطلة غير مستغلة دون استخدام، ويجب اختيار المشروع د مع المشروع ب باعتبار ان د اعلى معدل عائد داخلي تالي لب. مجموع التوليفة في هذه الحالة بيتم اختيار المشروع ب والف وجيم، وهي توليفة من المشروعات تختلف عن تلك التي تم تحديدها
طبقا لطريقة صرف القيمة الحالية. الخلاصة انه في ظل النضور وندرة الموارد الاقتصادية لدى المنشأة وعدم قدرتها على قبول كافة المشروعات المعروضة عليها، فإنها بطبقة 59 جنيه صافي قيمة حالية عند معدل خصم 10% بسبب إن ما عندهاش موارد كافية تنفذ المشروعات، لأن لو كان عندها موارد كافية كانت هتحقق مجموع صافي قيمة حالية يقدر ب 122.5. أما ندرة الموارد أجبرتها على اختيار أفضل توليفة باختيار المشروع جيم وهيه الذي يتولد عنهما 63.5 جنيه، بمعنى أن هناك فقد في صرف القيمة الحالية نتيجة عدم وجود الموارد الكافية لتنفيذ باقي المشروعات المعروضة على الإدارة. أما إذا طبقت طريقة معدل العائد الداخلي في ظل ندرة الموارد اللي قدرها 500 جنيه فقط، ففضل المشروع به صاحب اعلى معدل عائد داخلي 35%، يتبقى من 500 جنيه 400 هوجههم تجاه المشروع به مشروعات اخرى، واحد او اكثر مشروعات اخرى بخلاف المشروع به، وعشان اتجنب تعطيل جزء من الموارد المتاحه دون استخدام يجب اختيار المشروع دال وبه. اذا بيتم اختيار المشروع به، ما يتبقى من 400 هوجههم للمشروع الف وجيم، وهي توليفه تختلف عما تم التوصل اليه في ظل طريقه صافي القيمه الحاليه. وهذا يعني انه اذا كانت المشروعات متعارضه تبادليا فيتم اتباع نفس الاسلوب السابق الخاص باختيار توليفة المشروعات التي لها اكبر صافي قيمة حالية، او التوليفة التي لها اعلى معدل عائد داخلي، على ان تشتمل هذه التوليفة على المشروعات، على احد المشروعات التي تكون متعارضة فقط. فإذا افترضنا في المثال السابق أن المشروعين ب وج مشروعات متعارضة، بمعنى لا إما اختار ب لا إما اختار ج، فبفرض أن في المثال السابق أن المشروعين ب وج مشروعات متعارضة تبادليا، فإن التوليفة تصبح توليفة المشروعات التي يتم اختيارها طبقا لصف القيمة الحالية أو لمعدل العائد الداخلي هتكون بالشكل ده. اما اختار الف ودال بس هتحقق عنهم صافي القيمة حالية 36.3، او اختار ب ودال ينتج عنهم صافي القيمة حالية 48.1، او ب ودال 48.1، او جيم وهيه 63.5. فاذا كان عندي موارد كافية لتنفيذ كل المشروعات فهحقق 122.5، موارد مقصورة على حد وقيد ب 500 جنيه فقط يبقى اعلى توليفة هي جيم وهيه. جيم وهيه ينتج عنهم كام؟ 63.5. اي عدم وجود موارد كافية افقدني، ضيع مني، ضيع علي فرصة لتعظيم ثروة المستثمر بمبلغ قدره 59 جنيه. طب لو بطبق طريقة معدل العائد الداخلي، هتختار توليفة المشروعات التي لها أعلى معدل عائد تفي بقيد التمويل، يعني في حدود ال 500 جنيه، وبناء عليها أنا اخترت المشروع به وتبقى لدي 400 جنيه، بها يستنفذ 100 من 500 يبقى 400، ال 400 وجه استثماره اتجاه المشروع ألف وجيم، ويتم استبعاد المشروع ه برغم أن له أعلى معدل عائد داخلي تالي، اي اعلى معدل عائد داخلي من البديل دال لهذين المشروعين، لان اختياره سيؤدي الى بقاء 200 جنيه عطلة دون استخدام يمكن استثمارها بمعدل 10% وهو معدل تكلفة رأس المال او معدل الخصم المستخدم.
إذا مجموع التوليفة في الحالة دي هيتم اختيار المشروع به، ما يتبقى من أموال هتوجه للبديل ألف والبديل به، وهي توليفة تختلف عن تلك التي تم التوصل إليها في ظل تطبيق أسلوب أو طريقة صافي القيمة الحالية. الحالة السابقة تفترض افتراض معين أن ما هو متاح من موارد يخص سنة مالية واحدة، أما إذا تعددت المشروعات وتعددت الفترات الزمنية التي يتم التخطيط إليها فيتم تشكيل وتكوين الموازنة الاستثمارية من خلال إما تعظيم صافي القيمة الحالية أو تعظيم معدل العائد في حدود الموارد التي تتطلب فترة زمنية أكثر من فترة واحدة، وأيضا تراعي كميات الموارد المتاحة في كل سنة من السنوات التالية. بس ده يتطلب مننا أن احنا نستخدم طريقة البرمجة الخطية بوحدات صحيحة. مع خالص الأمنيات، وقبل أن أختم لقائي معاكم بقدم للمحاضرة القادمة أن الطرق التي أخذت بالقيمة الزمنية للنقود لا تستغني وتعتمد اعتماد أساسي على معدل الخصم أو معدل تكلفة رأس المال. فطريقة صافي القيمة الحالية تعتمد على معدل الخصم الذي يساوي أدنى معدل عائد تطلبه الإدارة، أي يساوي معدل تكلفة رأس المال، أي يساوي معدل التكلفة الحدية لكل جنيه مستثمر في المشروع. كذلك اتخاذ القرار في ظل طريقة أو أسلوب معدل العائد الداخلي بيستند على مقارنة معدل العائد الداخلي الذي يحققه المشروع بأدنى معدل عائد تشترطه الإدارة أو يشترطه المستثمر للاستثمار في المشروع، أو مقارنة معدل العائد الداخلي المتولد للمشروع عن معدل تكلفة رأس المال لكل جنيه مستثمر في المشروع، مما يطرح قضية تحديد ما هو معدل الخصم، كيف يتم تحديده، كيف يتم حسابه، ما هو مفهوم التكلفة التي بني عليها، وهو ما نتناوله في اللقاء القادم بإذن الله. مع خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.